أهلا بكم مشاهدينا الكرام. طالب مركز بحوث العولمة الدولي بتقديم شبكة الإعلام الأمريكية CNN وصحيفة نيويورك بوست وغيرها من وسائل الإعلام الرئيسة في الولايات المتحدة للمحاكمة بتهمة نشر الأكاذيب التي قادت إلى غزو العراق وتدميره. وأكد المركز أن وسائل الإعلام المعروفة في الولايات المتحدة روجت للأكاذيب التي أطلقتها إدارة الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش قبيل غزو العراق واحتلاله عام 2003 وما بعد ذلك من نشر مضامين أطلقتها السلطات الأمريكية من غير التحقق من صحتها. نتساءل في هذه الحلقة، هل هناك رقابة على الصحافة الغربية وهي تعد بمنزلة السلطة الرابعة؟ كيف ينظر القانون الدولي إلى هذه الناحية؟ كيف أسهم الإعلام الأمريكي الغربي في احتلال العراق وتدميره بحجج لا أساس لها من الصحة؟ ما مدى إمكانية مقاضاة وسائل الإعلام الأمريكية بعد تدمير العراق بسبب ما قامت بترويجه إبان احتلاله؟ للبحث والنقاش في هذا الموضوع أرحب بضيفي في الاستوديو دكتور جاسم الشمري الباحث والمحلل السياسي. مرحبا بك دكتور. وأيضا سينضم إلي لاحقا عبر الهاتف الدكتور رحيم الكبيسي أستاذ القانون الدولي العام، ومن عمان الأستاذ أديب العاني المحلل والإعلامي العراقي. لنشاهد معا هذا التقرير مشاهدينا الكرام ثم نبدأ الحوار. وسائل إعلام أمريكية في دائرة المساءلة بعد 15 عاما من غزو العراق، حيث أثير مؤخرا ملف ما سمي بمروجي الحرب على العراق، وذلك مع اقتراب الذكرى 15 لاحتلال البلاد من قبل الولايات المتحدة وحلفائها. مركز بحوث العولمة الدولي وعبر مقال نشره الصحفي الأمريكي أنتوني فريدا طالب بتقديم شبكة الإعلام الأمريكية CNN وشبكة فوكس نيوز وصحيفة نيويورك بوست وغيرها من الصحف ووسائل الإعلام الكبرى في البلاد إلى المحاكمة بتهمة نشر الأكاذيب التي قادت إلى غزو العراق وتدميره. فعملية الحرية من أجل العراق التي أطلقها الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش لم تعد بالنفع إلا على كبريات شركات النفط العالمية التي وضعت يدها على أهم ثروات العراق، حقيقة تتناقض تماما مع ما روجته وسائل الإعلام الأمريكية والبريطانية على حد سواء. المنصات الإعلامية الأمريكية المشار إليها في تقرير مركز بحوث العولمة لعبت دورا محوريا في شرعنة احتلال العراق بتشكيلها رأيا عاما عالميا تم إقناعه بأن العراق يشكل خطرا على الأمن العالمي، مثل امتلاكه أسلحة دمار شامل وتحالف النظام العراقي السابق مع تنظيم القاعدة آنذاك، ادعاءات سرعان ما ثبت بطلانها إبان سنوات الغزو الأولى. ويقول المركز إن الإعلام البديل أو المناهض لعب دوره في فضح أكاذيب غزو العراق وتفنيد ادعاءات المروجين لتلك الشائعات والتي كان من نتائجها سرقة ثروات العراق وقتل مئات الآلاف من مواطنيه وتشريد الملايين منهم وتقويض سيادته ورهن حقوله النفطية لكبريات الشركات العالمية التي شجعت هي الأخرى على اجتياح العراق بدوافع اقتصادية. لكن الأهم برأي كثير من العراقيين هو تقديم قادة حرب العراق إلى المحاكمة، لا سيما بعد اعترافهم عبر مذكرات خاصة نشرت على وسائل الإعلام بأن خطر العراق على السلم العالمي هو محض افتراء ليس أكثر. إذن أبدأ معك دكتور جاسم الشمري، يعني بطبيعة الحال يعني هناك ربما سرد لوقائع تاريخية حصلت إبان احتلال العراق عام 2003، كيف تعاطت وسائل الإعلام الأمريكية والغربية بهذا الشأن وكيف روجت بأن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل وما تلا ذلك من دمار وخراب في العراق؟ هل من سرد يعني مختصر لذلك الواقع وفق رؤيتكم؟ نعم، شكرا. القضية يعني لم تولد يعني بان الأشهر القليلة السابقة للحرب، وإنما ربما احتلال العراق قرار اتخذ في الولايات المتحدة منذ مرحلة الغزو العراقي للكويت، وبالتالي القضية دبرت منذ ذلك الوقت بكيفية إنشاء منظومات إعلامية قادرة على إجهاض الدولة العراقية شيئا فشيئا. حينما نتابع مرحلة ما قبل الاحتلال الأمريكي نجد أن هنالك قنوات وإذاعات كانت موجهة للعراقيين
ومنها راديو سوا وقناة العالم الإيرانية. بالضبط. كانت هذه القنوات تبث السموم بشكل مخيف جدا، بحيث أنها شاركت في تدمير الحالة النفسية لعموم المواطنين العراقيين في الغالب، ذلك لأنها كانت مليئة بالأكاذيب. القضية لم تكن عبثية، وإنما كانت قضية مدروسة إعلاميا، ذلك لأنهم يعلمون أن الإعلام قادر على تغيير أي لعبة من اللعب السياسية والعسكرية، فهم عملوا من أجل إجهاض الروح المعنوية الموجودة لدى العراقيين في تلك المرحلة، وربما نجحوا بشكل أو بآخر. هنا لا ينبغي إهمال دور ما يسمى المعارضة العراقية حينها في مرحلة ما قبل الاحتلال الأمريكي، ذلك لأنهم شاركوا في نشر الأكاذيب. حينما نذكر أن أحد المفترين أدلى بشهادته في أحد الدول الغربية بأنه رأى بأم عينيه الأسلحة الكيميائية والبيولوجية في العراق، ثم بعد ذلك قبل عدة سنوات أكد أنه لم يكن هنالك أي دافع لهذا الكذبة، ونحن لا نريد أن نتطرق إلى هذا الاسم. من المهم جدا أن نذكر أن الكذب في هذه القضية وصل إلى مستويات عالية جدا، إلى درجة أن وزير الخارجية الأمريكي حينها قدم أمام المنظمة الدولية فيلما كاملا عن امتلاك العراق لأسلحة كيميائية وغيرها، ثم بعد ذلك اعترفت الولايات المتحدة أن العراق لا يمتلك هذه الأسلحة. إذن قرار احتلال العراق هو قرار أمريكي إمبريالي صهيوني قد اتخذ بغض النظر عن حجج، سواء كانت هذه الحجج دافعة كافية لهذا الدخول أم لا. إذن هنالك مخطط، ربما كان الدخول العراقي للكويت هو من المبررات لهذا لتنفيذ هذا المخطط، لكن أعتقد أن القضية كانت مدروسة، وبالتالي هي مجرد أيام كانت تجري وتمضي من أجل احتلال العراق على يد الإمبريالية ثم على يد الولايات المتحدة وبريطانيا. أرحب بدكتور رحيم الكبيسي أستاذ القانون الدولي العام، مرحبا بك دكتور رحيم. مرحبتين، أهلا وسهلا دكتور. يعني أهلا بك دكتور. يعني بطبيعة الحال يعني عندما تم احتلال العراق عام 2003 الكل يعلم بأن الولايات المتحدة الأمريكية ضربت كل الاتفاقيات الدولية وكل المعاهدات عرض الحائط ومعاهدات واتفاقيات مجلس الأمن وغيرها، ولم تأبه بأحد واحتلت العراق بمشاركة بريطانيا. يعني من وجهة نظركم يعني كيف ينظر القانون الدولي لما حدث، وبالذات ناحية وسائل الإعلام الأمريكية التي روجت لامتلاك العراق لأسلحة دمار شامل، رغم أن هناك لجان تفتيش ظلت منذ عام ربما من 93 وحتى إلى ما قبل غزو العراق ولم تجد شيئا، وهناك من يقول بأن الولايات المتحدة أدركت خلو العراق تماما من هذه الأسلحة فتوجهت لاحتلاله وتدميره. هنا السؤال دكتور عبد الرحيم، من الناحية القانونية كيف تنظر إلى ما كانت تروج به أو تروج له وسائل الإعلام الأمريكية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وتحياتي للأخ الدكتور جاسم الشمري وتحياتي لمشاهدي قناتكم. طبعا اليوم 19 من آذار وذكرى 15 للغزو الأمريكي بريطاني، واللي صار بعد ذلك تحالف هذا الغزو غير القانوني وغير المبرر. المعروف بطبيعة الحال أن يكون الإعلام يتمتع بالمصداقية والدقة الموضوعية عندما ينقل الأخبار وإبلاغ الناس بمستجدات الأمور على الساحتين الداخلية والخارجية. وعندما نقول الإعلام يتمتع بالحيادية ولا ولاء إلا للحقيقة، لكن كما تعرفون أن الصحافة ودور النشر، كبريات الصحف وكبريات دور النشر مملوكة لأشخاص أو مملوكة لجماعات، وبالتالي بالتأكيد هي تعبر عن تطلعات هؤلاء الأشخاص وهذه المؤسسات. وفي الغرب بصورة عامة، يعني أنا عشت فرنسا، صحيفة لوموند لا يستطيع أحد أن يوقفها، أو لأنها لا تقول
بالنسبة لهم لا تقول إلا الحقيقة. وكما تعرفون واشنطن بوست في مقالة أسقطت نيكسون وكان رئيسا قويا للولايات المتحدة الأمريكية، هم يقولون أن هذه الصحافة حرة وتتمتع بالاستقلالية، لكن مع كل الأسف بالداخل لديهم هي هذه الاستقلالية، لكن في مواجهتنا في مواجهة العالم الثالث لا يساوي شيء. الحقيقة ليس الصحافة فقط، الأشار الدكتور جاسم قبل قليل الاجتماع المجلس الأمن وكان حاضر في الاجتماع، كولين باول كان وزيرا للخارجية وكان بجانبه جورج تينت مدير CIA الذي اعترف وكان في كتابه العراق في قلب العاصفة عندما قال بعد 11 سبتمبر مباشرة، بل قال رامسفيلد فليدفع العراق هذا الثمن، حتى هو يقول تعجبت من هذا، لماذا العراق هو الذي يدفع الثمن، ما دور العراق، ما علاقة العراق ب 11 سبتمبر 2001. فكأنهم يخططون من ذلك الزمن أو يخططون حقيقة الأمر من بعد، كان المفروض تكون نهاية النظام في العراق بال 91، لكن يبدو حسابات السلطات المحلية والسلطات الخارجية لتبقى البطة العرجاء في مكانها، أي الرئيس النظام السابق في مكانه، وبدأ الحصار من 2001 إلى 2003 حتى أصبحت الثمرة ناضجة والسقوط عند ذلك سهل. أنا سأشير إلى نقاط معينة تتعلق بالقانون الدولي. القانون الدولي كما يعرف الكثير من المستمعين له مصادره، الاتفاقات، المعاهدات، العرف الدولي، مبادئ القانون العامة التي تؤمن بها الدول المتمدنة، هكذا المادة 38 من النظام الداخلي لمحكمة العدل الدولية، ثم أحكام القضاء الدولي وآراء كبار الفقهاء. وبالتالي لا نستطيع، القانون الدولي لا يستطيع أن يخرقه أحد دون مساءلة. ولذلك هم فكروا جيدا أن يستحصلوا على قرار من مجلس الأمن لكي يكون هناك، كما استحصلوا عليه بال91 أرادوا الاستحصال، وعندما وقفت فرنسا في ذلك الوقت، فرنسا جاك شيراك ودوفيل بان كان وزيرا للخارجية وكان حاضر الاجتماع، قال لا تستطيعون أن تقنعونا لأنه لجان التفتيش لم تصل إلى نتيجة أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل، والروس من ناحية والصين من ناحية، وبالتالي عندما لم يستطيعوا الحصول على قرار من مجلس الأمن تصرفوا بمفردهم. ولهذا كان قرار مجلس الأمن أن غزو العراق لا يستند إلى شرعية، لكن مع كل الأسف شرعنوا هذا الاحتلال بعد ذلك أيضا من مجلس الأمن بقرار تعتبر قوات التحالف في العراق هي بما أن تكون قوات احتلال وإنما قوات متحالفة، وبالتالي ما ترتب على هذا الاحتلال من آثار يتعلق بعديد الشهداء والجرحى ومن الطرفين ومن كل الأطراف التي شاركت في هذه الجريمة إلى جريمة غزو العراق. أرحب بالأستاذ أديب العاني المحلل والإعلامي العراقي، مرحبا بك أستاذ أديب. أهلا وسهلا بك وبضيفك الكريمين. أهلا بك. كما تحدث الدكتور رحيم الكبيسي وقال بأن الإعلام يتمتع، من المفترض أن يتمتع بحيادية ومهنية وشفافية بنقل الحقائق كما هي، كيف تنظر إلى وسائل الإعلام الأمريكية وطريقة تعاطيها مع قضية الترويج لاحتلال العراق عام 2003؟ بالتأكيد يوصف الإعلام عادة في الأوساط السياسية بأنه السلطة الرابعة نظرا لما له من تأثير وتسليط وتوجيه للرأي العام، ولكن يوصف أيضا بأنه مهنة الكذب في كثير من الأحيان إذا تم استخدامه واستخداما في غير وجهته الصحيحة، وخاصة من قبل الدول والجهات والمؤسسات التي تسيطر عليه وتيسره. ومن هذا السياق يعتبر الإعلام عامل مهم وسلاح ذو حدين، وخاصة في أوقات الحروب والكوارث. وذلك اعتمدت أمريكا والدول الغربية في احتلالها وغزوها للعراق على دور الإعلام باعتباره العامل الأول في تسهيل عمليات السيطرة على ثقافات ومعتقدات الشعوب وثرواتها، وبالتالي تستطيع أن تغير من اتجاهاتهم وأفكارهم.
وخاصة الشعوب العربية المنقادة. وهنا تحضرني مقولة لجوزيف كوبلر وزير الإعلام النازي في عهد هتلر، حيث قال: أعطني إعلاما بلا ضمير أعطيك شعبا بلا وعي. وهنا يعني بدأت أمريكا والدول الغربية ومن خلال وسائل إعلامها المتعددة بالتغذية الإعلامية التدريجية لغزو العراق من خلال تلفيق عدد من الأكاذيب المسندة بحقائق مزيفة ومضللة، كما أصبحت الهيمنة الإعلامية الغربية واقعا وبدأت تظهر، وخاصة وأن أحكام السيطرة على مصادر الخبر باتت أشبه بالمستحيل بسبب دخول الشعوب اللعبة الإعلامية، وذلك من خلال شبكات الإنترنت وبعض القنوات والصحف المدفوعة بهذا الاتجاه. وجاءت الحرب على العراق عقب هجمات 11 من أيلول عام 2001 بدعوى الحرب على الإرهاب وتحت مزاعم وأكاذيب أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل من قبل أمريكا وبريطانيا. طبعا في ذلك الوقت لم تقرر بريطانيا المشاركة في الحرب ضد العراق، حينها اعتذر رئيس وزرائها توني بلير عن المشاركة في الغزو، وذلك في ذلك الوقت لم تكن العلاقات الأمريكية البريطانية على ما يرام قبل الاحتلال العراق، وكان هناك فصيل في البيت الأبيض وبالتحديد من وزارة الدفاع لا يبالي بمشاركة بريطانيا من عدمها في الغزو الأمريكي. يعني إلى أي مدى تم توظيف الإعلام الذي من المفترض أن يتصف بالمهنية، إلى أي مدى تم توظيف وسائل الإعلام من أجل تحقيق مصالح دولية؟ بالتأكيد الإعلام له تأثير كبير على الرأي العام، ولذلك اعتمدت أمريكا على الآلة الإعلامية باعتبار أنه أمريكا لا تستطيع أن تدخل إلى كل الاتجاهات وإلى كل البيوت وكذا، فاعتمدت على الإعلام وأنشأت عدد من القنوات الإعلامية القصد منها التأثير على الرأي العام العالمي والتغيير من اتجاهاتهم وأفكارهم. وحينها يعني ولربما كانت هذه يعني كذبة تكتيكية اعتمدتها أمريكا حول الآلة الإعلامية الغربية المعاصرة التي أصبحت جبارة وشلت قدرة. ابقى معي أستاذ أديب العاني لو سمحت، أنتقل للأستاذ الدكتور جاسم الشمري. كما وصفت بأن القضية لم تكن عبثية دكتور، وأنهم يعني عملوا على محاولة إجهاض الروح المعنوية للعراقيين بتلك الفترة عن طريق وسائل الإعلام، ولكن البعض يتساءل يعني مثلما تعلمون تشكلت العديد من اللجان مثلا في بريطانيا من أجل إدانة أو مقاضاة توني بلير، محاولات يعني ولكنها لم تأتي بأي ثمرة. الكثير من اللجان شكلت لمقاضاة شركات قامت بقتل العراقيين بدم بارد مثل شركة بلاك ووتر وغيرها من الشركات التي جاءت مع الاحتلال الأمريكي وهي الآن طليقة. من وجهة نظركم يعني إلى أي مدى يتم ممكن التعويل على هذه المطالبة، مطالبة مركز بحوث العولمة الدولي بتقديم شبكة الإعلام الأمريكية إلى CNN وكذلك صحيفة نيويورك بوست وغيرها من وسائل الإعلام الرئيسة في أمريكا إلى المحاكم أو المحاكمة، هل هذا الأمر سيكون شبيه بالذي سبقه؟ أنا أعتقد أنه من وجهة النظر الأمريكية هم ربما ينظرون إلى هؤلاء على أنهم من الأبطال القوميين، أما من وجهة نظر الجانب الآخر نحن ننظر إلى هؤلاء على أنهم مجرمون، ذلك لأن الطرف المقابل هنالك دول مستعدة لتحريك الأساطيل من أجل جند مواطن واحد، كيف أن يكون هو مسؤول في الدولة؟ وبالتالي الذي ذهب إلى هذا الاتجاه لديه تخويل من مجلس الدولة، مجلس النواب في دولته، إذن هنالك نوع من الحماية له بشكل أو بآخر. أين تكمن النقطة، نقطة الضعف في هذه المسألة؟ حينما تكون هنالك جهات لديها معلومات تضلل المسؤول، حينها يمكن أن ندخل من هذه الزاوية. أما كقرار فلا يوجد شيء يعني يمكن أن يقاضي هؤلاء، ذلك لأنهم في وجهة نظرهم هم يعملون من أجل حماية المصالح الأمريكية العليا أو المصالح البريطانية العليا. أما إذا كانت هنالك لو فرضنا جهات استخباراتية ظللت المسؤول، ربما يتم
محاسبة هذه الأطراف الاستخباراتية، أما محاسبة المسؤول فأعتقد أن هذا الأمر يعني حقيقة بعيد جدا. لو نعود إلى مجمل الإجرام الأمريكي في العراق، نجد أن هنالك رغم وجود قوة إعلامية أمريكية مضللة، هنالك قوة إعلامية منصفة يعني أمريكية أيضا، منها أمريكية يعني كانت تنقل الواقع كما هو. ومعلوم أن الإعلام كما معلوم منهم إعلام حر ومنه إعلام تبع. الإعلام الحر هو الذي في الغالب هو الذي ينقل الحقيقة. العراق يعني خسر بحسب ما ذكرت الوكالة البريطانية لقياس الرأي ORB في دراسة إحصائية نشرت في آذار 2008 أن العراق فقد أكثر من 1,200,000 مواطن نتيجة الحرب الأمريكية عليه منذ 2003 لحد 2008. أيضا إحصائيات تؤكد أن منها البي بي سي والأي بي سي نشرت في 2008 50% من المقيمين في بغداد فقد كل منهم واحد على الأقل من أقاربه في زمن الاحتلال الأمريكي. التهجير كما ذكرت منظمة العفو الدولية جرى تهجير 2,770,000 مواطن عراقي في الداخل و3 ملايين عراقي في الخارج، وحوالي 20,000 طبيب هجروا إلى خارج العراق وهم يمثلون ثلث أطباء العراق. أيضا هنالك دراسة أعلنتها مفوضية التابعة للأمم المتحدة في نيسان 2008 أن 90% من اللاجئين العراقيين في سوريا لا يخططون للعودة إلى بلادهم بسبب الظروف، وأن 4% فقط قالوا بأنهم يرغبون العودة إلى العراق. هذه الإحصائيات وغيرها في زمن الدكتاتورية التي يدعون كان في العراق 3 سجون رئيسية، في زمن الديمقراطية التي جاءت بها الولايات المتحدة هنالك 63 سجن عدا سجن أبو غريب وعدا السجون التابعة للقواعد الأمريكية. أيضا هنالك أكثر من 160,000 معتقل في المعتقلات الحكومية والأمريكية. كل هذه المعلومات تم التسليط عليها من قبل وسائل الإعلام الأمريكية، يعني بعضها أمريكية وبعضها بريطانية وبعضها، إذن بالتالي هنالك إعلام منصف لكن في الغالب هنالك إعلام مأجور وهنالك إعلام غير مأجور. اليوم لو نلاحظ أن الإعلام حتى على مستوى بلدان المنطقة، الإعلام الذي لا يمتلك ضمير، الذي لا يمتلك أخلاق، هو الذي يشوه الحقيقة. وإلا كيف يمكن أن نتحدث عن أن ما يجري في سوريا هو نوع من بسط الحرية أو بسط الأمن من قبل النظام، أو أن ما جرى في مناطق مثل الموصل وغيرها هو نوع من بسط سيطرة الدولة في هذه المناطق. إذن الإجرام واضح والقتل واضح، لكن هنالك إعلام مأجور، إعلام ترك الضمير إلى جنب ثم انطلق ليشوه الحقائق كيفما يريد ووفقا لسياسة من يدفع. المشكلة اليوم غالبية الإعلام هو إعلام مأجور يتبع الدولار ولا يتبع الحقيقة. دكتور رحيم الكبيسي، يعني سنعود إليك دكتور بعد فاصل قصير، ولكن سوف يعني نناقش موضوع مهم وهو هل إلى أي مدى ممكن التعويل على موضوع مطالبة مركز بحوث العولمة الدولي بتقديم شبكة الإعلام الأمريكية للمحاكمة، ولكن بعد فاصل قصير. كونوا معنا مشاهدينا الكرام.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. نسلط الضوء في هذه الحلقة على دور الإعلام الأمريكي إبان احتلال العراق وتدميره وما وصل إليه الحال في العراق الآن. بالعودة إليكم دكتور رحيم الكبيسي، ما مدى إمكانية التعويل على مطالبة مركز بحوث العولمة الدولي بتقديم شبكة الإعلام الأمريكية إلى مقاضاتها، تقديمها إلى المحاكمة يعني أو محاسبتها؟ هل يمكن التعويل على ذلك رغم أن الكثير من اللجان شكلت مثلا على سبيل المثال في بريطانيا من أجل إدانة توني بلير ولكن ليس ثمة ثمار موجودة على أرض الواقع؟ هو هذا يعني مقاضاة الصحافة من الصعوبة بمكان، لأنه الصحافة تجتهد لكنه مقاضاة السلطة التنفيذية أي التي قامت بالإجراء سواء بالإدارة الأمريكية أو الإدارة البريطانية. أنا أمامي الآن اليوم بهذه المناسبة دعوات في استراليا للتحقيق في ملف مشاركة الجيش الاسترالي. هذا بمناسبة مرور 15 سنة على الغزو اللي اشترتها لساندي مورنينغ هيرالد. هذه الوكالة تقول من الواضح أن رئيس الوزراء في ذلك الوقت جون هاوارد اتخذ قرارا بتكليف القوات الاسترالية بالدخول في الحرب دون موافقة البرلمان، أي أن هذا الرئيس الوزراء الاسترالي اتخذ قرارا دون موافقة البرلمان. وهذه الوكالة اليوم تطالب بالتحقيق حيث كانت عواقب تلك الحرب على العراق مريحة، نتج عنها ما يقرب طبعا تحدث 300,000 فقط ثلثهم من المدنيين، وأدى عدم الاستقرار الناجم عن الفشل لخطة الخروج إلى صعود تنظيم داعش، أي رتبت على الغزو تنظيم داعش واستمرار الرعب. وهي تقول هذه أن هذا الغزو لم يكن مستندا إلى دليل سليم، أي هناك أسلحة الدمار الشامل. وهو يقول مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة أرادوا المزيد من الوقت وقالوا أن أفضل النصائح القانونية المتاحة إلى أن هناك حاجة إلى قرار من مجلس الأمن بالذهاب إلى الحرب. في هذا الوقت في يوم 26 أي قبل الغزو بحوالي 15 يوم نشرت 43 خبير استرالي في القانون الدولي وحقوق الإنسان رسالة تقول أن الحرب التي أطلقها تحالف الراغبين ستكون انتهاكا للقانون الدولي، فلم يتم العثور على أسلحة دمار كامل. والادعاء بأن العراق والمنطقة ستكون أكثر أماناً يخالفه ما موجود الآن من عدم استقرار وسفك للدماء في المنطقة، وهو تفكير مروع بالتزام بأسلوب الطيش. ولذلك هم يقولون ضرورة إجراء تحقيق كامل ومفتوح بشأن مدى انتشار الأدلة في ذلك الوقت وكيف اتخذت القرارات لإلزام أستراليا بالحرب وتوقيفها. هذا اليوم صدر. انت تعرف ايضا توني بلير ليست فقط اللجنه التي شكلت لجنه شيلكوت في تقريرها ان اجتياح العراق كان خطا جسيما، نائب توني بلير اللي اسمه جون بريكسكوت واللي هو الان عضو في مجلس اللوردات يقول بالنص يقول أن غزو العراق كان غلطا كارثيا وليس شرعيا. هذا يقول دخول الحرب وتداعياته ستلاحقه بين قوسين ستلاحقه بقية أيام حياته. نستطيع أن نبني على هذه الاعترافات من أصحاب القرار الذين قادوا جيوشهم إلى غزو العراق، نستطيع أن نبني عليها بناء، لكن البناء على الصحف لأن هؤلاء أصحاب القرار، لأنه هذا التضليل حتى إذا كان هناك تضليلا إعلاميا من هذه الجريدة أو تلك من هذا الجهاز الإعلامي أو ذلك، يبقى هذا الأمر مرهون بمكانه. لكن القرار الذي اتخذ من قبل الإدارة الأمريكية، وأنت تعرف الآن بالإدارة الأمريكية الآن بدأ هناك من يتنصل، حتى هيلاري كلينتون التي كانت وزيرة الخارجية أمريكا قالت أن هناك خطأ بالموافقة، كانت هي عضو بمجلس الشيوخ،
كان هناك خطأ بموافقتنا هي نفس طيب. تقول مع كل هذه الاعترافات مع كل هذه الاعترافات وهذه الأحاديث والتصريحات واللجان التي تشكل من أجل قضية المحاكمة والمقاضاة، يعني من وجهة نظرك يعني من الناحية القانونية بالأساس يعني هل يمكن محاكمتهم أم لا؟ في تصوري هناك حصانة ولا زالت هذه الحصانة، طالما هم يعتبرون ليس هناك خطأ في مواجهة الأمن القومي الداخلي، وبالتالي كل تصرف باتجاه الآخر لا يعتبرونه غلطا ويعتبرونه خطأ، لأن تعرف في قواعد المسؤولية الدولية هناك عمل غير مشروع وهو ثابت، وهناك ضرر لحق، وهناك علاقة سببية بين العمل غير المشروع والضرر الذي أصاب العراقيين وغير العراقيين، هذه قواعد المسؤولية الدولية، لكن من يستطيع أن يحرك هذه المسؤولية؟ محكمة العدل الدولية مع انتفاء وجود من يستطيع تحقيق هذه المسؤولية دكتور عبد الرحيم أو دكتور رحيم الكبيسي عفوا، يعني من وجهة نظرك الآن العراق يعيش مأساة، يعني بعد مرور 15 عاما على احتلاله العراق محطم البنى التحتية بالكامل، هناك الملايين من المهجرين، هناك مئات الآلاف من الشهداء، وهناك حتى جثث موجودة تحت الأنقاض الآن لم تخرج، يعني لم يتم إخراج هذه الجثث، ليس هناك احترام للدم العراقي، ليس هناك قيمة للمواطن العراقي، ماله منهوب، عيشته ليس فيها خدمات، يعني يختلف الواقع العراقي عن جميع دول المنطقة والعالم، الشعب العراقي يعيش في عالم غريب ومظلم إن صح التعبير. الآن كل هذه الأمور أثمة تعويضات ممكن أن تقدم للشعب العراقي؟ ليس هناك أي حديث عن التعويضات، الحديث كله عن أن النفط أو أسعار النفط ارتفعت، أسعار النفط انخفضت، والأموال تذهب إلى جيوب المسؤولين وجيوب دول بعينها، يعني أين هي حقوق العراقيين؟ هل يمكن تحقيق أو الإيفاء بحقوق العراقيين أو تعويضهم عما جرى لهم؟ مع الأسف في الحالة الكويتية قرارات مجلس الأمن لو تأخذها من أولها إلى آخرها وقعت عليها الحكومة العراقية، والحكومة العراقية تعتبر شرعية في ذلك النظام السابق، وعندما وقع كان هناك بالتوقيع تعويضات الدول التي أظهرت من الغزو العراقي للكويت، تعويضات الشركات وتعويضات الأفراد، فكل من كان يحمل جواز سفر داخل الكويت خلال فترة 2/8 إلى بدء العمليات العسكرية يأخذ تعويضا، لكن في الحالة العراقية لا توجد، مع كل الأسف في الحالة العراقية عندما شكلوا مجلس الحكم أضفى شرعية على هذا الغزو داخليا، وبالتالي كأنه أعطاهم حصانة، وبالتالي لا توجد هناك أي تعويضات، وكل الحكومات التي تعاقبت بعد ذلك يعتبرونها حكومات ناتجة عن انتخابات بين قوسين انتخابات شرعية، وطالما هي انتخابات شرعية إذا هذه الحكومة عندما تقرر وتمنع التعويضات لا تقيم مسؤولية الدول التي جاءت وقصفت المناطق الآهلة بالسكان، كما تعرف 62 دولة متحالفة كانت تقطب من الجو بقوة دار لا حدود لها في الموصل وفي صلاح الدين وفي الأنبار، لكن بموافقة من حكومة يعتبرونها حكومة شرعية، وبالتالي لا تستطيع أن تقيم دعوة للتعويض عن الأضرار التي لحقت هذا المسكن أو ذاك أو هؤلاء الأفراد أو أولئك. مع كل الأسف المسألة معقدة إلى أبعد الحدود وتحتاج إلى 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 سنوات طويلة حتى نعرف هذا الأمر. أستاذ أديب العاني، يعني استمعت إلى ما تحدث به الدكتور رحيم الكبيسي وكذلك إلى الدكتور جاسم الشمري، يعني بالتأكيد الإعلام مثل ما قال الدكتور جاسم أن هناك إعلام منصف وهناك إعلام غير منصف، أنتم كإعلاميين كيف تقيمون أداء الإعلام العربي، أداء الإعلام الإسلامي تجاه القضية العراقية؟ هل ثمة كشف للحقائق على أرض الواقع من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه؟
بالتأكيد أن كل عمل عسكري يسبقه عمل دعائي، فهم توأمان لا يفترقان. الأمريكان وضعف الإعلام العربي وعجزهم جعل من الإعلام العربي والإسلامي أداة ضعيفة لا تستطيع أن تواجه الآلة الإعلامية الأمريكية وإمكانياتها. الأمريكان اعتمدوا على الكذب ثم الكذب حتى يصدقهم الآخرون، فالنظرية الأمريكية تتجه إلى الطبقات المثقفة وإلى النخبة في بلدان العالم. فقط يعني توضيح فقط، يعني كما تحدث في البداية الأستاذ الدكتور جاسم الشمري قال حتى الإعلام الإيراني كان حاضرا إبان احتلال العراق وكان يعمل على محاولة تمزيق اللحمة المجتمعية، يعني هل هناك قصور في الإعلام العربي رغم امتلاكهم الثروات الهائلة من النفط وغيره؟ ما الذي يمنع الإعلام العربي أن يكون بمستوى التحدي أمام نفوذ إيراني واقع في المنطقة؟ نعم، أنا كما قلت أن ذلك يدخل في طور التسمم السياسي، وبالتالي يسهل عليهم التلاعب بعقول الجماهير من خلال هذه النخب التي تستطيع أن تؤثر على المجتمع والجماهير. ولو أمر في التاريخ الحديث يحسب العالم حساب العرب ويبنى جانبا من السياسة الأمريكية على وجود الإعلام العربي الحقيقي، وكانت هذه المرة الأولى في بغداد والتي كان هي الهدف الأول لهم، وخاصة من خلال جمع جميع آراء وسائل الإعلام سواء كانت أمريكية أو إيرانية وغيرها. فالحرب كانت دعائية أيضا ومدروسة، استخدموا فيها المسموح وغير المسموح في قرصنة إذاعة استولوا عليها، وخاصة عندما تم احتلال العراق استولوا على أثير الإذاعة العراقية وخاطبوا الشعب العراقي مباشرة مخترقين سيادة الدولة مستقلة. في مقابل ذلك بقى الإعلام العربي في غيبوبة تقنيا وإيديولوجيا يدور في فلك من الحيرة، فقسم منهم من كان يؤدي ما قام به الأمريكيون والقسم الآخر وقف ضد الاحتلال والبقية وقف على الحياد لكون لديهم مصالح مع الأمريكان، وكل ذلك كان يقودنا إلى حقيقة مأساوية وهي أن إعلامنا العربي الرسمي وخاصة يعيش في مأزقا خطيرا باعتباره إعلاما مليئا بالضوابط والقيود السياسية والخطوط الحمراء والسوداء، ومن هنا تأتي المساهمات الفكرية لتعمل على إبراز حقيقة الوضع العام للإعلام العربي الذي تسيطر عليه نخبة سياسية فاشلة ومريضة وغير مؤهلة علميا وسياسيا لممارسة الدور الإعلامي الحقيقي بها. وقد كشفت الأحداث السياسية والعسكرية التي انطلقت أحداثها وتأثيراتها في العراق صح ذلك، وأثبت أن الإعلام العربي ليس جديرا بحمل مسؤولية إحداث تغيير جوهري في داخل البنية المعرفية والاجتماعية العربية والإسلامية، لأنه إعلام يقوم على الكذب والتضليل وتجييش المشاعر المتدفقة والعواطف، ويمارس سياسة استغباء المشاهدين وحصر اهتماماتهم بقضايا وشؤون أبعد ما تكون عن الحكمة والمنطق والواقع الحقيقي الذي يعيشه العالم العربي والإسلامي، وبالتالي صرف النظر عنه من خلال برامج بعيد. أستاذ أديب العاني، اسمح لي أن أنتقل للدكتور جاسم الشمري وموضوع الإعلام ومحاولات خلق الأعداء من الداخل. يعني إذا كانت وسائل الإعلام الأمريكية بحسب ما قال مركز بحوث العولمة الدولي قامت بالترويج لقضية أنه العراق يمتلك أسلحة دمار شامل وما جاء بعد ذلك من أحداث واحتلال العراق وتدميره، هناك أمر خطير أيضا البعض يحذر منه، من أن هناك وسائل إعلام تعمل على خلق الأعداء من داخل البلد الواحد، وبالتالي شق الصف الوطني، محاولة استهداف الهوية الوطنية. ما مدى خطورة ذلك؟ نعم، الإعلام، قبل أن أجيب على هذا السؤال يعني أريد أن أوضح أن الإعلام في الغالب هو إعلام تابع لدول، فالدولة الفلانية حينما تكون الموقف العام لهذه الدولة أو الموقف الرسمي للدولة هو مع الشعب العراقي، نرى أنه في الغالب الإعلام الرسمي سيكون مع الشعب العراقي، وحينما يكون النظام في تلك الدولة هو ضد الوضع في العراق مؤكد أن هذا الأمر سيغيب الحالة العراقية، وبالتالي هذه القضية هي قضية التبعية للقرار الأمريكي والقرار الغربي، ومعلوم أن الكثير من دول المنطقة غير حرة هي تابعة في غالبية قراراتها السياسية والاقتصادية وربما حتى الفنية وغيرها للإرادة الأمريكية والإرادة الغربية. إذن
القضية قضية دول، هل هنالك دول حقيقية قادرة على أن تنقل حقيقة وأن يكون لها موقف واضح في مجمل ما يجري في العراق وغيره؟ أنا أعتقد أن هذا الأمر بحاجة إلى نقطة، إلى وقفة حقيقية. من هي الدول من وجهة نظرك التي تكون يعني على أكثر علاقة بالعراق؟ هل هي دول إقليمية مثلا أم دولية؟ أنا أعتقد أن احتلال العراق كانت هنالك بعض الدول رافضة لهذا الاحتلال، وكل دولة كان لها زعماء يعني أخيار وزعماء قوميين كانوا يرفضون الاحتلال على للعراق. أما من كانت مصالح هذه الدول قائمة على العلاقة مع أمريكا ومع بريطانيا ومع بقية الدول، فأعتقد أنها مسلوبة الإرادة، وربما هي دول رملية أو دول كارتونية. يعني صحيح أنت ترى أن دول لها حدود معينة، لكنها لا تملك أي قرار سيادي، هي دول تبع للإرادة الخارجية، سواء كانت إرادة أمريكية أو بريطانية أو حتى إيرانية. بالعودة إلى السؤال، اليوم الإعلام حقيقة يلعب دور ربما محوري، وبالذات في الشأن العراقي، على اعتبار نحن في العراق ينبغي أن نتحدث عن ضرورة أن يكون للإعلام دور حقيقي في يعني نشر حقيقة والابتعاد عن أكاذيب. وبالتالي حينما نجد أن بعض وسائل الإعلام التابعة للحكومة تسلط الضوء على زوايا غير حقيقية في المشهد العراقي، زوايا مظلمة، على سبيل المثال الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة إلى الموصل، رأينا أن الإعلام صور الجسر الذي افتتحه رئيس الحكومة، بالمناسبة الجسر هم الذين دمروه وأعادوا بناءه ثم افتتحوه على اعتبار هو منجز. أنتم دمرتم الجسر، فأي منجز هذا الذي تتحدثون عنه؟ رأينا أن الإعلام تغافل عن صورة أسفل الجسر، وكانت يعني أجلكم الله النفايات والمناظر البشعة، هناك تحت جثث تحت الأنقاض إلى الآن موجودة. يعني حاول الإعلام نقل الأعلى وترك ما أسفل الجسر، وهي مسافة ربما مجرد إنزال الكاميرا إلى الأسفل قليلا. إذن هناك تزييف للحقائق، هذا الأمر لا يهم، لكن المهم كيف يساهم الإعلام في تأجيج الفتنة الاجتماعية والطائفية بين العراقيين. هذه القضية هي أخطر القضايا، ينبغي على العقلاء في العراق أن يوقفوا الإعلام المعادي للحمة الوطنية العراقية. ينبغي أن نسعى على إيجاد أواصر حقيقية بين العراقيين بغض النظر عن الموقف من الحكومة، ذلك لأن التعويل على الشعب هو تعويل أكبر من التعويل على الحكومة، ذلك لأن الشعب هو القادر على أن يقوم بنهضة، هو القادر على أن يقوم بثورة، هو القادر على أن يقوم بمظاهرة. أما التعويل على 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 الحكومة، فأعتقد أن هذا الأمر سيبقي هذه الوسائل الإعلامية المدمرة في غيها، وبالتالي سيبقى هذا الخراب في المشهد العراقي. طيب دكتور رحيم، لو سمحت في دقيقة واحدة فقط، يعني كل تحريض على القتل هو في القانون الدولي هو يعد إرهابا، يعني هل ستستمر هذه التناقضات من وجهة نظرك؟ مع الأسف التحريض على القتل إذا كان من فرد على فرد ومن شخص إلى شخص، لكن التحريض مو ليس على، تعرف أنه الجامعة العربية كمؤسسة إقليمية كمنظمة إقليمية حرضت على القتل في اجتماعاتها في اتجاه العراق وفي اتجاه سوريا وفي اتجاه ليبيا. لكن هذه الصحافة عندما تحرر على شخص بحد ذاته للقتل، هذا أمر مخالف لقواعد القانون الجنائي، هذه بالتأكيد ليس لقواعد القانون الدولي فقط وإنما لقواعد القانون الجنائي. لكن تحتاج على من حرض ضده أن يقيم الدعوة عليه بصفته، لكن هؤلاء الإعلاميون بصورة عامة لا يستهدفون شخصا إلا رئيس الدولة، يعني نسمع عن رئيس الدولة فقط، لكن لا يستهدفون شخصا بذاته، وإنما النظام ككل في هذه الحالة هم يعرفون من الناحية القانونية لا يصلون إلى أكثر من ذلك.
شكرا لك، شكرا جزيلا دكتور رحيم الكبيسي أستاذ القانون الدولي العام. في دقيقة واحدة أستاذ أديب العاني، ما الدور المنوط بالإعلاميين العراقيين والعرب الآن؟ نعم، الدور المنوط بهم هو أن يأخذوا إمكانياتهم في التعبير والشد من والدفع بالعجلة الإعلام إلى الأمام بالتحفيز و أن نكون من أن أخطر الوسائل الإعلامية تأثيرا على المجتمعات، وهو يعتبر عامل مهم في التأثير على البناء والأواصر الأسرية، ولذلك يجب أن يكون هناك دورا مهم لهم في التوعية والتربية في بناء شخصية الفرد، وبالتالي يسهم هذا في تشكيل شخصية وثقافة الفرد، وهو العامل الرئيسي المنافس يعني للدور الأهل والمدرسة، وخاصة من خلال أجهزة التلفزيون والتواصل الاجتماعي. المرحلة التقليدية والتعليم أن نجد في النهاية شخصية الطفل التي دائما تتابع البرامج التلفزيونية هو عامل رئيسي منافس، وبالتالي يجب أن يكون هناك دور كبير لهذه. شكرا لك، نشكرك شكرا جزيلا، وآسف على المقاطعة أستاذ أديب العاني المحلل والإعلامي العراقي. في أقل من دقيقة، هل من تعليق دكتور؟ أنا أقول ينبغي على القنوات الحكيمة أن تسعى في المشهد العراقي إلى إيجاد برامج لمختلف الفئات العمرية وبالذات إلى الأطفال. هذه البرامج هي برامج تربوية توعوية تثقيفية، تكون غاية منها إيجاد جيل عراقي قادم متفهم للصورة الحقيقية في المشهد، بعيدا عن الصراعات الطائفية وبعيدا عن التحريض على الكراهية. حينها يمكن ولو بعد عدة سنوات يمكن أن نوجد أرضية للتغيير المرتقب في العراق، أن نبتعد عن الإعلام الزارع للكراهية، ولا نجعل من الإعلام الهمجي الموجود في غالبية وسائل الإعلام المأجورة، لا نجعل منه قدوة. ينبغي أن نكون نحن قدوة، نحن ناشرون للخير، ناشرون للصلاح، ناشرون للبناء، بعيدا عن الموقف من الحكومات التي لم تقدم شيئا للعراقيين منذ عام 2003 وحتى اليوم. أشكر ضيوفي الكرام، ضيفي في الاستوديو دكتور جاسم الشمري الباحث والمحلل السياسي، وشكرا جزيلا دكتور رحيم الكبيسي أستاذ القانون الدولي العام، وشكر موصول أيضا للأستاذ أديب العاني المحلل والإعلامي العراقي. نشكركم على حسن وطيب المتابعة مشاهدينا الكرام، وإلى لقاء آخر في أمان الله.